بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعود حميد. بداية الترم الثاني وحشتوني جدا، وببارك ألف ألف مليون مبروك لأولادي اللي حققوا الدرجات الجميلة، واللي كلموني وقالوا لي إن هم اللي حقق امتياز واللي حقق جيد جدا واللي حقق جيد، ده يحاول طبعا هنعمل خطة تحسين مع بعضنا وربنا يسهل إن شاء الله علشان إن احنا نستعد استعداد جيد في الترم ده لما هو قادم إن شاء الله في السنة القادمة إن كتب الله لنا الحياة بمشيئة الله وحوله وقوته. بداية منهج الترم التاني، أنا عندي كل الحكاية لازم أنبه وأقول الكلام ده، ان انا عندي الترم التاني ده ترم صغير للاسف الشديد، وعدد الدروس فيه اكتر من عدد الدروس بتاعه الترم الاول. يعني انا الترم الاول كان عندي 5 دروس على وحدتين، انا عندي هنا وحدتين بس بتمن دروس. التمن دروس دول الوحدتين، الوحده الاولى تحت مسمى التنميه الاقتصاديه، والوحده الاخيره تحت مسمى التنميه البشريه. طيب احنا طبعا كل شغلنا يعني السنة دي مع قصة التنمية، انا عارف ان الكلام كتير شوية في الموضوع ولكن احنا بنحاول نحسن بيه على قد ما نقدر بإذن الله. طيب نبتدي مع بعض بإذن الله تعالى ان شاء الله، وزي ما يبان قدامي الدرس الاول اسمه ماهية التنمية الاقتصادية، ده في الوحدة الاولى الترم ده اللي هي التالتة بترتيب المنهج اجمالي. طيب ماهية الكلمة دي يعني ايه؟ كلمة ماهية اللي هي بنقصد بيها اصل الشيء، يبقى ماهية الشيء هي نفسها اصل الشيء. ماهية التنمية الاقتصادية اي اصل التنمية الاقتصادية الموجودة على مستوى العالم. انا عندي الدول النامية اللي بيقصد بيهم دول العالم الثالث، الدول اللي في طريقها الى النمو. مشكلة هذه الدول انها بالفعل محتاجة الى التنمية، والتنمية اللي محتاجاها الدول النامية دي بتكون تنمية على المستوى الكمي وعلى المستوى الكيفي. ايه الفرق ما بين الكم والكيف؟ الكم ده اللي هي زي العدد او الكمية اللي احنا بننتجها ايا كان وحدة القياس بتاعتها، اما الكيف اللي هي الجودة، الواقع الفعلي انا طلعت بقد ايه. تمام. طيب يبقى الدول النامية محتاجة للتنمية على المستوى الكمي وعلى المستوى الكيفي، فاحنا بنبتدي الشغل بتاعنا زي ما هيبان دلوقتي حالا قدامي الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والفرق بينهم هيكون واضح كبير جدا جدا جدا. معنى كلمة النمو الاقتصادي ايه التعريف بتاعها؟ بيقصد بيها زيادة في اجمالي الناتج المحلي. طيب تاني، زيادة في اجمالي الناتج المحلي. طب ايه هو الناتج المحلي؟ قال لي ده ارباح المشروعات التي تتم داخل الدولة. طب احنا بنحسب الارباح بتاعة المشروع ازاي؟ احنا بنحسب صرفنا من عندنا قد ايه على المشروع وبيعنا بكام، ونسبة الزيادة هي دي اللي اسمها الناتج القومي. خلاص. طيب يبقى النمو الاقتصادي بيقصد بيها زيادة في الناتج المحلي اللي بيؤدي الى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي للدولة. يبقى بيقصد بيها النمو الاقتصادي زيادة في الناتج المحلي اللي هو الارباح اللي قلنا عليها اللي بتنعكس على زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي للدولة. طيب ده التعريف بتاع النمو الاقتصادي. طب التنمية الاقتصادية؟ قال لي لا ده الموضوع مختلف شوية. تعريفها بتقول لي ان التنمية عملية متعددة الابعاد، اذا ما هياش في بعد واحد اللي هو البعد الكمي بس، لا عملية متعددة الابعاد، ويقصد بيها احداث تغييرات جذرية. كلمة تغيير جذري يعني تغيير شامل من الاساس الى القمة.
إجراء تغييرات جذرية في جميع الهياكل بتاعة المجتمع، الهياكل الاقتصادية والهياكل الاجتماعية والهياكل السياسية والهياكل الإدارية. إذن أنت بتعمل خطة تحسين شاملة في كل هياكل المجتمع، وكل ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى زيادة في الدخل القومي، وخلي بالك زيادة في الدخل القومي، وبيؤدي إلى تحقيق عدالة في التوزيع وارتفاع في مستوى المعيشة. يعني بتنقل الدولة من حالة التأخر إلى حالة التقدم. خلي بالك الفرق بينهم واضح جدا. النمو الاقتصادي زي ما واضح قدامك حصل زيادة في ناتج المحلي بتاع البلد، وده انعكس على زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بتاع الدولة. أما التنمية ما هياش بيقصد بيها زيادة في ثروة مجتمع بس، لا ده ديا زيادة وتحسين في أحوال اقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية، وده بالتالي بيؤدي إلى زيادة في الدخل القومي، وبينقل الدولة من حالة التأخر إلى حالة التقدم، وبيعمل نوع من عدالة التوزيع. ده اللي ما حرصش عليه النمو الاقتصادي. يبقى أيهما أفضل من وجهة نظرك، النمو ولا التنمية؟ يبقى التنمية الاقتصادية أعم وأشمل من النمو الاقتصادي. طيب النتائج بتاعت النمو الاقتصادي خير اللي بيؤدي إلى تغييرات كمية في الجوانب الاقتصادية، يعني تغيير في ثروة المجتمع فقط. خد بالك لأن ده قالك زيادة في الناتج المحلي، وهو كان غرضه أنه هو عايز يزود متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. إنما الناحية التانية بقى ده عمل زيادة كمية ونوعية زي ما قلنا في الجوانب الاقتصادية، ودي مش بس بترتبط بزيادة ثروة المجتمع، ولكن بيجي معاها تحقيق عدالة التوزيع وارتفاع في مستوى المعيشة، اللي هي يعني نقلت الدولة من حالة التأخر إلى حالة التقدم. طيب النمو الاقتصادي بيحدث على المدى القصير، خطته بتبقى قصيرة المدى. أما التنمية الاقتصادية زي خطة مصر الحالية بيسموها خطة 2030، أنا حاطط خطة تنمية اقتصادية مستمرة معايا لحد سنة 2030، أي أن التنمية الاقتصادية دي بتحدث على المدى البعيد أو الطويل. ده الفرق ما بين النمو والتنمية. يبقى أنا فهمت أن النمو الاقتصادي ده بيعتبر مقدمة للتنمية الاقتصادية، أي أن التنمية الاقتصادية أعم وأشمل من النمو الاقتصادي. التنمية بتنقل الدولة من حالة التأخر إلى حالة التقدم، التنمية بتحدث على المدى البعيد، أما النمو بيحدث على المدى القصير. تعالى نروح بنقول هنا سؤال مهم جدا، التنمية الاقتصادية دي عنصر أساسي مهم في خطة أي دولة، يعني أي دولة لابد أن تشمل التنمية الاقتصادية. إيه أهمية التنمية الاقتصادية؟ قال لي أولا زي ما هو واضح قدامك بتوفر لي فرص عمل، وطالما أن أنت اشتغلت يبقى دخلك زاد، يبقى مستوى المعيشة بتاعتك هيتحسن، إذن أنها تحقق حياة أفضل. إذن التنمية الاقتصادية عنصر أساسي من عناصر تخطيط أي دولة، لأنها بتوفر فرص العمل وبتحقق حياة أفضل. طيب أي دولة في الدنيا بتسعى عشان تعمل استراتيجيات للتنمية الاقتصادية. طيب الأول يعني استراتيجيات، اللي هي الخطط والوسائل والطرق اللي الدولة بتجهزها لإحداث التنمية الاقتصادية. باختصار كلمة استراتيجية أي خطط الدولة اللي الدولة بتحطها عشان تحقق التنمية. طب يا ترى احنا دلوقتي الاستراتيجيات بتاعة الدولة هتعمل ايه بالظبط؟ قال الاستراتيجية دي لازم تشمل حاجتين، أول حاجة تحدد الموارد والثروات الموجودة لدى الدولة واحتياجاتها المستقبلية. لازم أعرف إيه اللي عندي، ما أنا دلوقتي بخطط للمستقبل، بخطط للمستقبل لازم أعرف إيه الموارد الموجودة عندي واحتياجات اللي أنا محتاجة في المستقبل، يا ترى الموارد دي أنا هتكفي ولا مش هتكفي. ثم أن أنت بتحدد زي ما أنت شايف تحديد المشكلات والمعوقات اللي هتقابلك عشان تبحث لها عن حلول. يبقى انت عشان تعمل خطط تنمية في اي دولة
عشان نعمل خطط تنمية في أي دولة لازم نحدد حاجتين. أولا نحدد الموارد والثروات التي تمتلكها الدولة واحتياجاتها المستقبلية، ثم نحدد إيه المشكلات والمعوقات اللي هتواجهني عشان أقدر أبحث لها عن حلول. قلت لك سؤال من شوية ودي واضح قدامك، ما المقصود باستراتيجية التنمية الاقتصادية؟ زي ما قلت لك بيقصد بالاستراتيجية هي الخطط والوسائل والطرق التي يجب أن تتبعها الدولة للوصول إلى التنمية الاقتصادية. يبقى أي دولة، خلي بالك عشان نبقى لمين نفسنا، أنا لحد دلوقتي عرفت معاك الفرق ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وعرفت ليه التنمية الاقتصادية مهمة، لأنها بتوفر فرص عمل وبترفع من مستوى المعيشة. ولازم الدولة تعمل إيه عشان تحقق خطط التنمية؟ لازم تحدد الموارد والثروات وتحدد احتياجاتها وتحدد بعد كده المشكلات اللي تواجهها عشان تقدر تحط الاستراتيجيات اللي تقدر تواجه بها هذه المشكلات. ثم حطيت قدامك السؤال، ما المقصود باستراتيجية التنمية؟ الاستراتيجية اللي هي الخطط والوسائل والطرق اللي الدولة بتتبعها للوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة. خلينا نحط سؤال في منتهى الأهمية، خصائص التنمية الاقتصادية، هو يعني إيه خصائص؟ معنى كلمة خصائص أي صفات، أي سمات، أي مميزات. إيه الصفات اللي بتتميز بيها التنمية الاقتصادية؟ أنت بتعمل تنمية مش كده؟ يبقى أنت بتحدد خطط، أنت عارف الخطة دي محطوطة لتحقيق هدف معين. يبقى اول خاصية زي الموجود قدامي بيقول لي عملية موجهة، انا بعمل الخطة بوجهها لحاجة معينة، عملية موجهة ومخططة لتحقيق اهداف المجتمع، دي اول حاجة. طيب اتنين، بتحقق نمو متواصل ومستمر. خلي بالك نمو متواصل، تنمية مستدامة، نمو متواصل ومستمر من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها. ان انا بحاول استخدم الموارد دي استخدام جيد، ما حاولتش ان انا انسفها عشان تخدم الاجيال القادمة. اذن ان من ضمن خصائص التنمية انها تنظر الى التنمية المستدامة. التالتة بيقول لي عملية مجتمعية يشارك فيها جميع فئات المجتمع، جميع فئات المجتمع سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص، يعني بتعتمد على مبدأ الشمولية. فاكرين بتاع الترم الاولاني؟ بتعتمد على مبدأ الشمولية. طيب ثم بتحقق توازن ما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، واخيرا بتحقق نوع من عدالة التوزيع، يعني اللي هي بتوصل الدخل بتحقق من خلاله عدالة توزيع. ماشي، يبقى خصائص التنمية زي ما احنا شايفين، ها، عملية موجهة ومخطط لها لتحقيق اهداف المجتمع، بتحقق نمو متواصل ومستمر التنمية المستدامة، عملية مجتمعية، التنمية عملية مجتمعية يشارك فيها القطاعات الحكومية والخاصة اللي هو مبدأ الشمولية، وبتحقق توازن ما بين جميع القطاعات، واخيرا بتحقق نوع من عدالة التوزيع اللي هو توزيع الدخل والخدمات ما بين افراد المجتمع. طب انت عاوز تحقق تنمية اقتصادية، يا ترى ايه العوامل اللي موجودة عندك اللي من خلالها تقدر تحقق تنمية؟ ايه المقومات اللي موجودة عندك اللي من خلالها تقدر تحقق تنمية؟ هلاقي ان انا عندي في مقومات طبيعية، في مقومات بشرية، في رأس المال والتكنولوجيا المتطورة. اذا انا عشان يتوفر عندي خطط للتنمية لازم اشوف المقومات الطبيعية اللي عندي قد ايه، المقومات البشرية، رأس المال والتكنولوجيا. تعال نشوف اول حاجة، الموارد الطبيعية. بتتمثل الموارد الطبيعية التي تساعد على التنمية في ثلاث حاجات، اول حاجة التربة الخصبة، تاني حاجة الثروة المعدنية، تالت حاجة مصادر الطاقة. ايه رأيك؟ لو انت عندك تربة يبقى انت هتقدر تعمل مشروعات زراعية كويسة،
لو عندك مواد خام معدنية ومصادر طاقة هتقدر تقوم بعملية الصناعة والتعدين زي الفل. طيب طالما ان المقومات الطبيعية دي موجودة عندك، قالك النتيجة ان ده هيساعد على الاسراع في عمليات التنمية، طبيعي لان الحاجة موجودة عندي مش استوردها من الخارج. طيب يبقى دي اول حاجة، الموارد الطبيعية التربة والثروة المعدنية ومصادر الطاقة اللي وجودهم ساعد على زيادة الاسراع في معدلات التنمية. لو بصيت للقوى البشرية، خد بالك القوى البشرية اللي هو الانسان البني ادم اللي كل خطط التنمية دي عشانه هو، مش عشان الارض ولا كذا، انا بعمل كل حاجة، ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض وما عليها وقدر لها اقواتها عشان خاطر الانسان. ده ربنا سبحانه وتعالى قدر كل الرزق الموجود في الارض وفي البحار والمحيطات والهواء، كل ده ربنا سبحانه وتعالى بقدرته سخره عشان الانسان. الله، طب تعالى هنا، القوى البشريه ده اساس عمليه التنميه، والعامل المحفز للتنميه بانواعها سواء زراعيه او كذا او كذا او كذا، والعنصر البشري ده الدافع الاكبر للاستثمار بتاع الموارد بكل انواعها بما يمتلكه من معارف ومهارات. يبقى لو انت عندك عنصر بشري اللي هو الايدي العامله بما يمتلكه من معارف ومهارات، ده هيساعدك ان انت تعمل خطط التنمية عشان هو نفسه يستفيد بيها هو وغيره. يبقى دي اول تاني حاجة عندي، خدت الاولى المقاومات الطبيعية، التانية المقاومات البشرية، تالت حاجة رأس المال والتكنولوجيا المتطورة. عمر ما هيتم اي مشروع تنموي من غير الفلوس، من غير رأس المال، ومن غير الآلات، ومن غير التكنولوجيا المتطورة، لأن أنا شايف إن المال النهاردة ده الدم اللي بيجري في شرايين الاقتصاد، هو اللي بيساعد على الإسراع في عمليات التنمية. طيب يبقى إذن المقومات بتاعت التنمية ثلاث مقومات، مقومات طبيعية، مقومات بشرية، رأس المال والتكنولوجيا المتطورة. أنا عندي ملحوظة مهمة جدا، بيقول لي أنا عندي لازم أقاوم الفقر داخل الدولة، وده إحنا بنقاوم الفقر من خلال جمعيات مختلفة سواء حكومية أو خاصة، دي بتدي مساعدات، وعندنا في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وده اللي بيمول المشروعات الصغيرة للشباب بقروض ميسرة وحسنة إن شاء الله. طيب يا ترى معوقات التنمية، أنا شفت العوامل اللي بتؤدي للتنمية، تعال نشوف المعوقات وازاي هتغلب على هذه المعوقات. ركز معايا أرجوك، لأن الجزء ده هنشتغله كده بطريقة جميلة وظريفة بحيث إن احنا نقدر نتغلب على المعوقات اللي هنقولها. أول المعوقات، المعوقات الاقتصادية، هي إيه المشاكل الاقتصادية اللي بتقابلك في عملية التنمية؟ قالك أول حاجة محدودية الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية مش كتير، اللي أنا قلت لك هي والتربة ومصادر الطاقة بتؤدي إلى الإسراع في التنمية. طب الموارد الطبيعية قليلة، نتغلب على ده إزاي؟ يلا، قالك نتغلب على ده بالبحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية، بالمشاركة الدولية، المشاركات الدولية في البحث عن الموارد، تنمية الاستثمارات وتشجيعها في البحث والتنقيب عن الموارد، وإيجاد البدائل. فاكرين شغل الترم الاولاني احلال البلاستيك محل الصلب، تمام؟ ادي اول حاجة. اتنين من ضمن المعوقات الاقتصادية، سوق البنية التحتية. البنية التحتية شبكة الطرق والكهرباء والمية والصرف الصحي، ده يعني مش كويسة. طب الحل فيها ايه؟ ان انا اعمل تعديل في هذا، ويمكن عندنا خير دليل ما يحدث في مصر الان، الشغل على قدم وساق في تعديل البنية التحتية المصرية، وذلك من أجل جذب الاستثمارات. ويمكن خير دليل على ذلك كان في مؤتمر قريب جدا في بلجيكا، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بكل فخر قال نحن الآن نمتلك بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمار، وكأن الراجل بلسان حاله بيقول تعالوا مصر، احنا بقى عندنا بنية تحتية جيدة مش هتعطل أبدا المستثمر، بل ستدفعه دفعا إلى الأمام إن شاء الله.
ثم من ضمن المعوقات نقص الموارد المالية وضعف الجهاز المصرفي، وأسوأ ما يقابل أي دولة في تحقيق التنمية قلة المدخرات والديون الخارجية. دي مصيبة كبيرة جدا بتقابل الدول اللي هي الديون الخارجية. يبقى المعوقات الاقتصادية موارد طبيعية محدودة، بنية تحتية ضعيفة، ونقص الموارد المالية والجهاز المصرفي المصرفي، وشوفنا هنعمل معاهم ايه. نيجي للمعوقات الاجتماعية. يعني انا ابص لمصر، مصر بتعمل مشروعات هايلة، لكن للأسف الاحساس بيها قليل، لان احنا بيحصل نمو اقتصادي او تنمية، ولكن في نفس الوقت معدل الزيادة السكانية سريع جدا جدا. يمكن انت درست وانت في اولى ثانوي ان العلاقة ما بين معدل النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، شبهنا الزيادة السكانية بأرنب بيجري بأقصى سرعة والنمو الاقتصادي بسلحفاة، يبقى ما فيش نسبة وتناسب ما بين الاثنين، زيادة معدل النمو السكاني والبطالة والفقر. من ضمن المعوقات استمرار الهجرة من الريف إلى المدن. طب النهاردة لما يجيني الراجل بتاع الريف اللي كان بينتج وبيزرع وبيكمل إنتاج وهو اللي بيأكل سكان المنتج المدن، طب لما يتحول من منتج إلى مستهلك يبقى محتاج اللي يأكله، يبقى نسبة الإنتاج قلت ونسبة الاستهلاك زادت، ودي كلها مشكلة كبيرة جدا. طيب نتيجة برضو اجتماعية للي حاصل، انتشار العشوائيات، انتشار العشوائيات وزيادة مشكلات التلوث. طبعا طبيعي جدا العشوائيات، مدن غير مخطط لها أو أحياء غير مخطط لها بتفتقر إلى الخدمات الرئيسية، أماكن ضيقة، الاحتكاك بيزيد، يبقى المشكلات بتزيد، يبقى الأمية بتزيد، مستوى اقتصادي قليل، نسبة المخدرات كتير، وكل دي مشكلات بتقابل المناطق العشوائية. طيب وأخيرا انتشار الأمية وضعف إمكانيات المؤسسات التعليمية والبحثية زي الجامعات ومراكز الأبحاث، كل دي معوقات اجتماعية. طب المعوقات السياسية، ايه المشاكل اللي بتقابل الدول؟ قال لي ثلاث حاجات. عدم استقرار النظم السياسية، كتير من الدول الأفريقية نسبة التغيير بتاعة القيادات السياسية كتير جدا، وكل شوية ثورات ومظاهرات وانقلابات ودوشة، وده أحد العقبات الرئيسية لتحقيق التنمية. طيب الاضطرابات الأمنية نفس الكلام، زيادة المشكلات السياسية الدولية التي قد تصل إلى نشوب الحروب، وكلنا شايفين المشاكل اللي في أماكن عدة في العالم، ويمكن أحدثها المشكلة ما بين روسيا وأوكرانيا، تمام، ودي طبعا مشكلة أبعادها كبيرة جدا اللي هتلقي بظلالها على عدد كبير من الدول وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. يعني النهاردة العالم بقى قرية صغيرة، أي حدث بيحصل في أي حتة الباقي بيدفع ثمنه كتير جدا. طيب يبقى دي معوقات سياسية. نيجي للمعوقات الإدارية بقى، معوقات إدارية بيقول لضعف الأداء الوظيفي للجهاز الإداري. صحيح الجهاز الوظيفي في البلد متهالك وفي كتير من الدول النامية. طيب من ضمن المعوقات البيروقراطية والروتين. الفرق أنك الروتين الحاجة اللي بتحصل يوميا هي ما بتتغيرش، إنما البيروقراطية الحفاظ على أنظمة قديمة أصبحت لم تعد الآن صالحة للفترة اللي بنعيشها. طبعا ودي مصيبة كبيرة جدا جدا اللي هو موضوع البيروقراطية والروتين. ثم نقص الخبرات والكوادر الفنية، الخبرات أصبحت قليلة، ونتيجة عدم تواصل الأجيال دي عاملة فجوة كبيرة جدا في الجهاز الإداري في الدولة. وأخيرا تدني مستوى أنظمة المعلومات ونقص قواعد البيانات، كل ده معوقات إدارية موجودة خاصة في الدول النامية. طب نواجه ازاي بقى المشكلات دي كلها؟ يلا معايا كده. اول حاجة لابد من خطة كاملة متكاملة في جميع المجالات، كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، تمام، والاهتمام بالبيئة من اجل الاجيال القادمة. اول حاجة تطوير التعليم والبحث العلمي، ما احنا قلنا اصبحت مراكز التعليم والبحث العلمي في الدولة يعني مش بتمتلك
في الدول النامية بصفة عامة مش بتمتلك تقدم واضح، لا نحاول ان احنا نهتم بالتعليم والبحث العلمي من اجل دفع عجلة التنمية. احنا قلنا من ضمن المشكلات الاقتصادية سوء البنية التحتية، لا يبقى انا لازم اهتم بالبنية التحتية عشان اقدر اجذب الاستثمارات. وبالنظر الى الوطن العربي بنجد ان السعودية بتحتل المركز الاول في مجال البنية التحتية، ولذلك هي اكبر بلد عربي في جذب الاستثمارات، يليها الامارات العربية المتحدة. ويمكن الصورة اللي باينة قدامي ده الاهتمام بقطاع الطرق، تمام، وده بيساعد على جذب الاستثمارات. عندي نموذج تاني والصورة اللي هتظهر لك ده نموذج في دولة المملكة المغربية، تمام، مشروع اسمه مشروع وصال. مشروع وصال ده بادئ بالدار البيضاء المينا، المينا ده اللي هو ميناء طنجة. المشروع ده استهدف اصلاح البنية التحتية في ثلاث محاور، يبدأ من مدينة طنجة ثم مراكش وينتهي عند الدار البيضاء المعروفة باسم كازابلانكا اللي الناس عارفاها بالاسم ده. والمغرب صرفت حوالي 737 مليون دولار علشان ترتقي بهذه المناطق. يبقى ادي نموذج مشرف عربي اللي هو مشروع وصال اللي هو الدار البيضاء المينا. بالنسبة للمشكلات الاجتماعية، ضبط معدلات النمو السكاني عن طريق وسائل تنظيم الأسرة واستثمار القوى البشرية لجعلها قيمة مضافة ما تبقاش عبء على الدولة. وأعتقد لنا في الصين مثل رائع، إن الصين برغم إن هم مليار وقربوا على إن هم يبقوا مليار وتلتمية وخمسين مليون، إلا إن هم كلهم قوة عاملة وقوة بترفع الدولة مش عبء أبدا على الدولة. الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، الشكل اللي قدامي والله نحن لا نسخر من الأفراد ولكن نسخر من الظروف التي توضع فيها الأفراد. بصوا أنا ده شكل قدامي لحي عشوائي، اللي النهاردة بنقول مدينة القاهرة لوحدها أصبحت بتضم حوالي 80 منطقة عشوائية عملت على إزالة عدد كبير جدا منها، كانت بدأ بمنطقة زينهم ويسكنهم في مناطق جميلة جدا. بص المنظر، قارن ما بين الصورتين اللي قدامك، ده الحي العشوائي اللي الدولة النهاردة بتهدمه وبتحاول تسكن الأفراد في أماكن شبه اللي قدامي ديا. وأفتكر إن إحنا عندنا حي الأسمرات وغيرها من الأحياء اللي تهدم فيها أماكن كتير ونقل السكان للعيش في هذه المناطق. كذلك إن أنا برد على المعوقات الاقتصادية، لازم أزود الصادرات من السلع والخدمات بدلا من تصدير المواد الخام اللي بيهدر مكتسبات الأجيال القادمة، اللي بيحرم الدولة. إن أنا لو صنعت السلعة بتجيب 10 أضعاف ثمنها عكس ما بصدرها مادة خام زي ما هي. بحاول أخلي الميزان التجاري لصالح الدولة. إيه هو الميزان التجاري؟ الميزان التجاري هو الفرق ما بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات في الدولة. إمتى الميزان التجاري يبقى لصالح الدولة؟ قال لي في حالة إن الصادرات أكتر من الواردات. إمتى يبقى ضدها؟ في حالة إن الواردات أكتر من الصادرات. إمتى يبقى متوازن؟ لو الصادرات مساوية لحجم الواردات. يبقى لازم نحد من تصدير المواد الخام عشان ما نهدفش مكتسبات الأجيال القادمة ونزود معدل البطالة عندنا في الدولة. لأن فرق سعر المادة الخام يا جماعة فرق كبير جدا من بعد التصنيع زي ما قلنا. وعندنا المثال ده مثل نبصله كده مع بعض لو سمحت. أنا عند الرمل، الرمال المستخدمة في الزجاج، الرملة المصرية رملة نقية بنسبة نقاء تصل إلى 98%. للأسف خلي بالك إن أنا كنت بصدر طن الرمل اللي بيستخدم فيه تصنيع الزجاج ده بخمسين جنيه للطن، وبنرجع الدول دي بقى تاخدها مننا بتغربل الرمال دي وتبتدي تنقيها وتركزها وتبيع لنا السعر بسعر مختلف، بسعر بيتراوح من 100 إلى 1200 دولار للطن اللي انت بايعه بخمسين جنيه.
طبعا كارثه كبيره جدا. والدوله دلوقتي بدات تعيد حساباتها بدءا من 2013 الى وقتنا هذا في هذا الامر. ثم ربط السياسات الاقتصاديه بالتنميه البيئيه. اعمل تنميه اقتصاديه زي ما انت عاوز بس حافظ على البيئه بما يعرف باسم الاقتصاد الاخضر. ايه هو الاقتصاد الاخضر؟ اللي هي الانشطه الاقتصاديه اللي بتعتمد على المواد النقيه، اللي بتقلل نسبه انبعاث الغازات الدفيئه، اللي بتساعد على التدهور البيئي. ثم عندنا اخر نقطه عندي الشراكه والتعاون الدولي عشان نقدر نعرف نزود التجاره البينيه اللي ما بين الدول، ودي لابد انها تتم عن طريق تصفيه الخلافات. وزي مشكله الميه اللي احنا عرضناها باستفاضه في الترم الاولاني، مشكله الميه بتاعه نهر النيل وسد اثيوبيا لابد من الجلوس على مائده المفاوضات وحل هذه المشكله. استاذي انت عندك في مجموعه اسئله، هتبتدي تحل الاسئله دي، هنتواصل مع بعض وهحلها معاك ان عشت باذن الله المره الجايه. ادي الاسئله موجوده قدامك اهي، واحده واحده وسؤال سؤال، حل واكتب لي وانا هصحح معاك ان شاء الله. اهو الاسئله واضحه جدا قدامك اهو، تمام، وحل حضرتك وقول لي. وادي مجموعه اسئله كويسه، ثم اسئله المقال ده. لما بيقول لك ما توقعاتك، المساله مش مفتوحه، توقعاتك من خلال اطار المنهج اللي انت درسته. بيقول لك اهو توقعاتك عن توفر عوامل النجاح للمشروعات العملاقه اللي بتقوم بها مصر، وضح رايك من الامكان تحقيق التعاون الاقتصادي العربي، شوف وجهه نظرك واكتب لي. واخيرا عندي العلاقه ما بين دور البنك الدولي وتحقيق التنميه الاقتصاديه. عايز اقول لك ان البنك الدولي ده هيئه تابعه للامم المتحده، ودي بتمول الدول في المشروعات الانتاجيه زي ما كان المفروض هذا البنك الدولي كان يمول السد العالي. وضح العلاقه ما بين شبكه البنيه التحتيه في مصر والتنمية الاقتصادية. حل الكلام ده واكتب لي، واكتب لي الحلول وهنصححها مع بعض ونتابع مع بعض ان شاء الله. بكده بيكون انتهى مني الدرس الاول، ماهية التنمية الاقتصادية، على امل ان القاكم في دروس قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.